بالنسبة لي الست منى هي على طول بتأنب نفسها على أخطاء مضت هي عاشت فيها أو وقعت فيها. يعني أنا استمرار الإنسان في تبكيت نفسه ولوم نفسه حتى إنه بقى ده يوصله مرحلة إنه يسيء الظن بالله، هذا لا يصح ولا يجوز، لأنه يجب على المؤمن أن يحسن الظن بمولاه، وأنه الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم لمن تاب وأناب وعاد إلى مولاه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بشر التائبين وبشرهم بشيء عظيم، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ما على الإنسان إلا أن يسارع بالتوبة إلى ربه، ما يسوفش في التوبة. وبعدين أنا لما بتذكر هذه الذنوب ماذا أصنع؟ ده أنت في حال اسمها حال التوبة النصوح، اللي هو قالوا العلماء بأنه أن يبغض الذنب كما أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته، فأنت في هذا الحال حال شريف. لكن الإيغال فيه أكتر من كده، أو أن أنا بقى يسيطر علي مشاعر أنه ربنا مش هيغفر لي، أنا دخلت من التوبة النصوح إلى سبتها ودخلت الحتة أو مساحة مش كويسة، وهي أسيء الظن ولا أحسن الظن بربي، لا أنا أتوب وأستغفر. إيه الحال اللي أنا عليه؟ حال شريف إن أنا تائب مستغفر، لما بتذكر الذنب ده أجدد التوبة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب وليس سوء الظن هو المطلوب، ده أنا بتوب وبستغفر مع إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى.